بصي احنا عايزين نتكلم في موضوع الحقيقه، يعني انا شايفاه موضوع انترستنج جدا ومهم جدا، وانا ممكن اقول عليه موضوع الساعه، لانه بقى منتشر ومنتشر بين الناس وبين الرجاله والستات وبين الشباب الصغيره اللي في المدارس وفي الجامعه واللي لسه عندهم 17 و18 و19 سنه، وهو السجائر البديله او السجائر الالكترونيه او الشيء البديل للدخان، سواء بقى كانت سجائر الكترونيه، سواء حاجه عامله زي الفيب اللي بتطلع دخان كتير، ايا كان بقى الشيء اللي احنا بنستخدمه بنشحنه وبنطلع منه دخان. هيلا ناس كتير قوي قوي، وكان الترند عظيم اخر 5-6 سنين باستبدال السجائر العاديه المدخن العادي يستبدلها لسجائر الكترونيه، وبقى في تسامح شديد مع السيجاره الالكترونيه. صحيح. تقدري تدخنيها في اي اماكن مقفوله، تقدري تدخنيها وفي اطفال حواليكي في اي سن وفي اي سن، على اساس انها مش سجاير، وعلى اساس انها امنه، وعلى اساس انها ما فيهاش حرق الورق وحرق الاطران اللي موجود في السيجاره العاديه دي، لان دي مكونات السيجاره العاديه، وعلى اساس انها بتريح الصدر. كل الحاجات دي خلت الافكار عندنا والمعتقدات تلتبس على بعض، انه مره واحده بقيتي تعتمدي حاجه انت متاكده انها مضره، لكن اللي حواليكي بيصدروا لك فكره انها لا دي صحيه جدا. صح. والحقيقه انه تم تصديرها للاسواق على اساس ان هو ده الحل السحري والعلاج اللي هينقذك من التدخين طبعا، وان دي مرحله انتقاليه هتنقلك من ان انت مدخن لمدخن السيجاره الالكترونيه في طريقك لانك تبقى غير مدخن على الاطلاق. صح. والحقيقه انه ده غير صحيح، لانه الماده اللي انت بتحرقها او اللي بتسخنها، عشان بس هما بيقولوا لا احنا ما بنحرقش حاجه، اللي بتسخن هي نيكوتين. والحقيقه انه العالم بينتبه للي بيحصل وبيطلع كتير من الدراسات وكتير من الارقام، وخليني اقول لحضراتكم انه زي ما قالت هيدي، الناس بقت تتعامل مع هذا الجهاز على انه جهاز، فبالتالي بقينا نتجاوز عن انه تبقى البنت او الولد عندهم 16-17 سنه وما فيش مانع، يعني لو خدوا نفسين اولا ده مش طالع منه دخان، ريحته مش وحشه قوي، ما فيهوش طافيه، ما فيهوش طفايه، ما فيهوش كبريت، فما فيهوش تفاصيل السيجاره، فبالتالي بيتم التجاوز شويه عن انه ابني او بنتي اللي هم عندهم 16-17 سنه اطفال ممكن، يعني ما فيش مانع لو شحنوها وخدوا نفسين ما يمشي الحال. لا، الحقيقه انه ده خطر كبير جدا، والحقيقه ان العالم بينتبه لده وبينتبه لانتشار الشكل ده من السجائر الالكترونيه. عايزه اقول لحضراتكم انه هقول لكم على بعض الارقام، في الولايات المتحده الامريكيه اتعملت دراسات واحصائيات ولقت انه 64% من الاباء بيلتزموا بعدم التدخين العادي في وجود اطفالهم. تيجي تطلع علبه سجاير ويقول لك لا تعالى نطلع في البلكونه، تعالى نقف على السلم، تعالى ننزل تحت، العيال قاعده. 64% تيجي عند السيجاره العاديه يقول لك ما اقدرش، او في الاماكن العامه بيلتزموا. لا، وممنوع، ممنوع السيجاره العاديه في الاماكن العامه بالزبط. لكن مصرح للسيجاره الالكترونيه. لكن لو انت في بيتك وما هوش ممنوع وما فيش قانون بيحكمك، واللي بيحكمك هو ضميرك، في 64% مش هيدخنوا قدام عيالهم. عايز اقول لحضراتكم ان مدخني السجائر الالكترونيه 26% هم بس اللي بيلتزموا انهم ما يدخنوش قدام العيال بس، لكن النسبه الاكبر بتدخن قدام الولاد لانهم شايفين انهم ما بيضروش الولاد، ما فيش تدخين سلبي، دي مش سيجاره عاديه، دي سيجاره الكترونيه، ده اللي تم ترويجه وتسويقه فيما يتعلق بالسجائر الالكترونيه. انا عايز اقول لك بس حاجه عشان مش حقيقي. اكمل على الارقام دي، انه امريكا بتقول لك انه 27% 27.5% من طلاب المدارس حاليا بيدخنوا السيجاره الالكترونيه، وده رقم مرعب، واذا كان ده عندهم دلوقتي فده هيتصدر لنا وهيوصل لنا في خلال وقت قصير.